في الحقيقه هذا الرفع التدريجي هو في صالح المواطن، ولكن خصو المواطن هو يحافظ باش بالالتزام وبالقرارات ديال السلطات المحليه، ويعني وجميع الاحتياطات اللازمه، لان هذا الفيروس هذا ماشي وظاهر العيان، هو فيروس مخفي وعدو الانسان، عدو الانسانيه كلها في العالم ماشي غير المغرب. ولهذا حنا كنتمنوا هذا القرار ديال ودير صاحب الجلاله نصره الله، وبالمجهودات الجبار ديال صاحب الجلاله، لان ما كاينش شي قائد في العالم عمل هذه الخطوات هذه وعمل هذه المبادرات هذه، لان هي فريده من نوعها. ونحمد الله ونشكره، لان هذا الملك ديالنا هو عندنا الملك، ما عندناش رئيس جمهوري، عندنا الملك. وكنتمنوا هذا الملك طول العمر والصحه والعافيه. طبعا بالمناسبه ديال التخفيف ديال الحجر الصحي، الساكنه ديال مدينه تطوان ارتاحوا شويه. البارح شفنا العائلات خرجوا، خرجوا وليدات ثلاث شهور، وحنا تبارك الله وحنا في الدار، راه ماشي سهله على الجميع. ولكن كنتمنى زعما من المواطنين انهم يتخذوا الاجراءات ديالهم الاحتياطيه، ما تنتقلوش للمرحله الثانيه عاوتاني، عاودوا يشدوا علينا، ويا ربي بعد علينا هذا الوباء، وكنتمنى الصحه والسلامه للجميع. بالنسبه للكورونا مثلا، الناس كانوا كاملين في الدور ديالهم، يعني كان عباره عن السجن، ودابا الناس خارجين للزنقه، وشنو غادي يعملوا في الشارع؟ يلا قولوا لي، قال لك خرج، ها خرجوا. ما كاين خدمه، ما كاين حتى شي حاجه. خرج ما عنده درهم في الجيب ديالو، ما عنده والو، شنو ماشي يعمل؟ خليه في الديور ديالو عاود، كملوا عليه، باقي في الدار ديالو. عندنا مول العرس، نهار كيكون عمل العرس كيوج ليهم. قال لك هاتجي واجي واجي ما ياكلوا، واشنو ماشي ياكلوا الناس هذو؟ ما خرجش الشارع، الشارع عامر. هو الانسان خرج ما عنده حتى درهم. المعامل شدوهم في تطوان. عملوا علينا حصار فانا في تطوان، تطوان ما حتى شي معمل الا المنطقه الصناعيه، فشي سته النساء ولا 10 النساء هما كيلعبوا بهم، ومواطنه هو مضيعنا في تطوان، وكجدر ما هذا هو الفترة هذه. كنتمنوا تشوفوا لهاد المدينة هذه، راه مدينة ما كاينش اختا، ولكن اختا يعني اللي عنده عامر الجيب ديالو، اما اللي ما عنده شيء الله يرحمه، بحال اللي كان في الداخل بحال اللي كان برا. كنقول للمواطن المغربي حافظ على هذا المكتسب، هذا مكتسب ماشي هذا مكتسب عطاته لنا الدولة، وخصنا نحافظوا عليه باش نحاولوا ما امكن نتجاوزوا هذه المرحلة اللي على خطيرة في الحقيقة. لولا ضربت لي سنين، يقول ضربت في استباقية، ماشي هي ضربت استباقية لهذا الفيروس، قتلناه. حاولنا احنا بالمغاربة وبالتضامن وبالتكافل الاجتماعي ديال الحكومة، حتى هي اللي ساهمت مع المواطن بواحد الشكل اللي ما كانش كيتصوروا، لأن المواطن المغربي كان عنده واحد النظرة خاطئة. ولكن الحمد لله اليوم صحح القضية، وحنا في واحد الموقف هذا المكتسب خصنا نحافظوا عليه، باش بالالتزام ديالنا وبالنظام الأول نبقاو في الآخر، وهذه كيسموها الأشواط الأخيرة. كنتمنى على الله سبحانه عز وجل يكون هذه هي النهاية ديال الفيروس بالمملكة المغربية، وشكرا لكم. بما أن تعطات الانطلاقة الخروج ديالنا من الحجر الصحي الكلي إلى تدريجي، عرفت مدينة تطوان خصوصا البارح زحام كبير على مستوى الشوارع الكبرى ديال المدينه، الحافلات، مدينه مارتيلتا هي الاماكن العموميه مثل المطاعم، الاكلات الخفيفه، هذا يرجع بنا كنظن نصنفوا من المنطقه لا زون، اذا بقينا على ماشيين على نفس الريتم، لان خصنا ضروري واحد الوعي كبير من الساكنه تطوان كما بدينا على واحد الوعي كبير ديال الحجر الصحي والالتزام ديالنا. خصنا نلتزموا ونزيد نكملوا في هذا الالتزام هذا وفي هذا الطريق هذا باش نمروا بر الامان بسلام وامان، ولكن بتضافر جهود جميع السلطات والساكنه وكل شيء تضافر باش نمروا من هذه المرحله هذه. أنا في نظري الآن اللي عملت الحكومة فيما يخص التصور كل أسبوع نشوفوا التطورات كيف وقعت، غادي يكون الحاجة غتكون مسيطرة عليها، وإذا ما عملناش هاد كل أسبوع فين وصلت تطوان أو فين وصلت هذا، غادي يكون حاجة لا يحمد عقباها.
أما هذا التصور الآن يعني كل أسبوع من قبل صنع وكيف هذا واش رجعوا المرحلة الثانية أو لا هذا هذه في الصالح ديال الساكنة ديال تطوان حاليا. فعلا خصو يتشد ماشي غير البحر، يعني جميع ممرات اللي كتدخل مدينة تشد، ماشي حيتاش عنصرية ولا بزاف الحاجات، يعني لا، حفاظا على عدم انتشار الفيروس. ولا جينا نشوف انتشار الفيروس في حال مثلا في كازا بؤر صناعية، في طنجة كذلك، في مراكش، أسفي، يعني مدن المغرب كاملة، المملكة كاملة، ماشي الحدود تطوان حيتاش عنصريين، لا ما خصنا حتى واحد يجي عندنا، بالعكس على راسنا وعينينا، كلشي اللي بغى يجي مرحبا به، ولكن خصنا ضروري نكونوا ملتزمين طرق السلامة والوقاية اللي وصلتنا بها وزارة الصحة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.